السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد وفي درس جديد. درس ديالنا اليوم غيكون ان كور دو ماتيماتيك. داكور، فكرت ان في هاد السيمانة عندي تحدي نكمل معكم لي كور ديال الماتيماتيك وديال الفيزيك. داكور، حتى الاس في تي غادي نكمل، نحاول نكمل هذاك الكور ديال لي روسي دي مونتير وباش ندخلوه في التمارين وامتحانات باش نوجدوا امتحانات الثالثين. ما عرفتكم صراحة فين وصلتوا، شكون اللي باقي؟ مهم خليو لي في التعليق شكون باقي ما دوش امتحانات ديال لي باراليلوغرام ولي زونغل. واش نزيدكم شي امتحان ولا صافي كلشي دوز وفوالا. وان شاء الله امتحانات الثالثين قلت لكم غير نكمل لي كور معكم وندوزو للتمارين وامتحانات نبريباريو امتحانات الثالثين. اللي كيقول لي استاذه شي فيديو تحفيزي باش تحفزينا، انا براسي خاص لي يحفزني حيت صافي عييت، عرفتي؟ ماشي عييت، مليت ياك، مليت وتنتوما صراحه. ولكن ما بقاش بزاف، شهر نصبروا، شهر نخدموا مزيان. عرفتي الحلاوه ديال النجاح اولا ديال الخدمه اولا ديال، هي انك الوقت اللي كتقول صافي عييت، هذيك الوقيته هي النقطه ديال البدايه، هي البديه. داكور، غادي تشوفوني واقفه مع الدبال، لا يوريكم فين واقفه. المهم بدلت البلاصه فوالا. دونك ندوزو الكور ديال اليوم بلا ما نطول عليكم في المقدمه. قبل ما نبدا غنبغي نشكركم بزاف على الفيديو، على التعليق في الفيديو الاخير. ما يسحبليش غتفرحوا حتى لهاد الدرجه، زعما باقا واقيلا ما استوعباش شحال كنعاونكم ياك، زعما بكل تواضع. شكرا بزاف، الله يخطيكم. انا كنفرح ملي كنعرف ان بزاف ديال التلاميذ والتلميذات معولين عليا، صافي بليزير والله، واخا تشدني الخلعه بعض المرات. دونك الكور ديالنا اليوم هو البروبورسيوناليتي. نعطيكم معلومه اولا نصيحه في هذا الدرس هذا، كتثقوا فيا، كتثقوا في الحاجه اللي كنقول لكم. رجعوا الدروس ديال السادس اللي حط لكم ديال التناسبيه، راه نفس الدرس، بعدا غير تفهموا الدرس بالتمارين ديال هذا المستوى، ديك الساعات نخدموا معاكم. ونقول لكم سر، شفتوا شحال المقدمه شحال كيكونوا مهمين، فيهم الاسرار ومعلومات ونصائح مع كل شيء. السر هو هذا الدرس بحال الدرس ديال لي زيكواسيون، ما عرفتش نشرحه، غصبروا معايا صافي. ما كرهتش ندوزنيش للتمارين وامتحانات، نشرح لكم مزيان كيفاش تخدموا تمارين. زعما يا ربي تسمح لي دوزت للدرس بغيت نشرحه، ما عرفتش. المهم نحاول، زعما تقبلوا مني محاولاتي المتواضعه في الشرح ديال هذا الدرس. غنحاول ما امكن على الاقل بعدا نعطيكم هذا الكلمات بالفرنسي اش كيعنيو بالعربيه ياك. دونك نشوفوا الفقرات في هذا الكور. قال لك طابلو ايكوفيسيون دو بروبورسيوناليتي، يعني جدول والكوافيسيون هو معامل التناسب. داكور، البروبورسيوناليتي هي التناسبيه. كاينه ريبريزونطاسيون غرافيك هو مي بيان ديال التناسبيه. غادي نشوفوا حاجه اخرى اللي هي الكاتريام بروبورسيونيل هو الرابع المتناسب. غادي نشوفوا البورسونتاج اللي هو النسبه المئويه ولا اللي هي النسبه المئويه. لاشيل هو السلم، لاشيل بحالو اللي قريتو في الاس في تي. موفمون اونيفورم هي الحركه المنتظمه. دونك هادو الفقرات اللي كاينين في الكور. يلا نبداو على بركه الله. قلنا البروبورسيوناليتي هي التناسبيه. طابلو اي كوفيسيون، طابلو يعني جدول، كوفيسيون هو معامل التناسب. عقلوا على معامل التناسب، عقلوا على هذه المفردات، ديك الساعات ان شاء الله غادي نشرح لكم. دو بروبورسيوناليتي يعني معامل التناسب اولا المعامل التناسبيه. داكور، دونك ديفينيسيون غادي نشوفوا هذا الطابلو هذا شنو تيعني. قال لك ان طابلو اي دي دو بروبورسيوناليتي، دونك واحد الجدول غنقولوا عليه جدول تناسبيه، لوغسكو عندما l'on obtient chaque nombre d'une ligne en multipliant le nombre correspondant de l'autre ligne par un même nombre. اذا تنقول ان واحد الجدول ديال التناسبيه، طبعا الجدول فيه جوج ديال لي لين، جوج ديال الاسطر ياك، جوج ديال الاسطر، وكل سطر كيتكون ليا من العديد من الخانات. دونك فوقاش كنقول جدول التناسبيه؟ ملي كيكون الاعداد ديال السطر الاول متناسبه مع الاعداد ديال السطر الثاني. كيفاش متناسبه مع الاعداد ديال السطر الثاني؟ ملي كنشدو واحد العدد من السطر الاول كنضربو في شي عدد وكيعطيني
العدد السطر الثاني عاوتاني الخانة الثانية العدد ديالها خاصني نضربه في نفس ذاك العدد اللي ضربت فيه العدد الخانة الأولى ويعطيني العدد ديال الخانة العدد ديال السطر الثاني. هذاك العدد اللي كنضربوه في السطر كامل كيتسمى بمعامل التناسب اللي هو لو كوفيسيون داكوغ. دونك ابيلي كوفيسيون دو بروبورسيوناليتي يعني معامل التناسب او معامل تناسبيه. تفهم هذاك الجدول ندوزو نشوفو اكزامبل باش تفهمو اكثر. دونك لاحظوا معايا ليكزامبل باش تفهمو اكثر. لاحظوا معايا هاد الطابلو عندي الكروندور ا والكروندور بي. الكروندور هو الطول. دونك عندي هاد الارقام خصني نتاكد هاد الارقام واش هما ارقام تناسبيه، واش هاد الجدول جدول تناسبيه او لا لا. دونك اول حاجه غادي نختار لاحظوا اصغر عدد هو هذا هاد 5 وجوج ياك. دونك خصني نتاكد من هاد الاعداد الكبارين واش هما متناسبين مع العدد الصغير. شنو تندير؟ تندير لاحظوا معايا هنايا عندي 2 هنا 5 هنا 6 هنا 15. الا لاحظتوا بحال بالمضاعفات ياك. دونك هاد كنشد هاد الجوج هادو كندير الكواسون ديالهم يعني هذا الكواسون ديالهم يعني القسمه ديالهم. غندير 4/8/12 وغندير 6/15. غادي نعمل شنو غنعمل؟ غادي نفككهم نبسطهم باش يعطوني وباش نشوف واش غيعطوني 2/5. هذه غادي نبدلها بعدا ما نخليهاش عدد عشري فوالا و ابري نفكك. دونك 48 هي 12 × 2 × 2 ياك و 120 هي 12 × 2 × 5. دونك 12 غتمشي لي مع 12 2 غتمشي لي مع 2 غتولي غتبقى لي 2/5. لاحظوا دونك تتساويها ياك. نمشي ل 6/15 6 هي 3 × 2 و 15 هي 3 × 5 ياك. 3 تمشي لي مع 3 تبقى لي 2/5. لاحظوا 2/5. دونك شنو شنو الاستنتاج اللي كنستنتج؟ دونك كنستنتج كو ليكواسيون سون توس ايغو يعني متساويين. دونك اذا شنو سيت ان طابلو دو بروبورسيوناليتي. داكوغ تفهمات فوالا. دونك هذه هي الطريقه باش كنتاكد ان الجدول واش هو جدول تناسبيه او لا. فقره جديده في الكور اللي هي بريزونطاسيون غرافيك يعني التمثيل المبياني يعني مبيان التناسبيه او التمثيل المبياني. دونك عندي دو بروبريتي. ركزوا في لي بروبريتي اش كيقولوا. سي اون ريبريزونط دون ان روبير دونك ملي كنمثلو في واحد شنو هو الروبير واحد المعلم une situation de proportionnalité واحد الوضعيه ديال التناسبيه يعني النقط يكونوا متناسبين مع بعضياتهم. alors on obtient يعني كنحصلوا على des points alignés. جوج شروط في الميبيان في الروبير. اول حاجه خاص لي بوين يكونوا aligné. شكون يعني لي بوين aligné؟ يعني نقط مستقيميه. والشرط الثاني avec l'origine du repère يعني مع الاصل ديال الميبيان. هادشي ما غاديش تفهموه حتى كنشوفوا ليكزامبل. نشوفوا دوزيام بروبريتي اش كتقول لي. سي اون سيتوياسيون اي ريبريزونتي بار دي بوين aligné الا عندي واحد الوضعيه مثلناها بنقط مستقيميه avec l'origine du repère بالاصل ديال المعلم c'est une situation de proportionnalité. دونك هادي بحال العكس ديالها. نشوفوا ليكزامبل باش تفهموا اكثر. قال لك سي غرافيك ريبريزونتي. دابا ليكزامبل عباره عن سؤال. قال لك هاد لي غرافيك هادو هاد المبيانات بثلاثه واش كيمثلوا ليا دي سيتوياسيون دو بروبورسيوناليتي يعني وضعيات تناسبيه في نظركم. لاحظوا معايا هاد الشكل وهاد الشكل وهاد الشكل. جوج ديال الشروط ديال بروبورسيوناليتي شنو هما؟ اول حاجه لي لين كي سون اليني لي بوين كي سون اليني. دونك هادي فيها لي بوين اليني وهادي فيها لي بوين
aligné. هادي فيها لي بوين نو انيلي نو اليني دونك هادي ماشي سيتوياسيون دو بروبورسيوناليتي داكو. والشرط الثاني خاصنا لوريجين دو روبير. لوريجين دو روبير يعني هذاك السطر اللي غادي نسير به خط هذيك النقاط خاصهم يبداو ليا من لوريجين دو روبير. لوريجين دو روبير هو هذا. لاحظوا هنا واخا لي بوين كي سون اليني ما بادينش ليا من هنا دونك راه حتى هادي ماشي situation de situation de proportionnalité قال لك justifié بلي علاش انا ديجا شرحتها ولكن كنكتبو دونك هنا oui c'est une situation de proportionnalité. Pourquoi? Car اولا les points sont alignés نقط مستقيمه avec l'origine du repère مع الاصل ديال المعلم فوالا ها هما الاصل ديال المعلم هنا نو علاش واخا les points sont alignés mais pas de repère d'origine mais pas avec l'origine du repère ولكن ماشي مع الاصل ديال المعلم هنا طبعا نو علاش حيت بكل بساطه لي بوين ne sont pas alignés النقط غير مستقيمين داكور دونك يعني فهمتوا كيفاش كنبريزونطيو الجدول هادشي كامل غادي نشوفوه في التمارين دوزو لاوتر باغازو الباراغراف اخرى اللي غتكون اخر باراغراف هاد الفيديو باقي الجزء الثاني ديالكم حيت طويل طويل بزاف وما كنبغيش نشرح الفيديوهات يجيو طوالين دونك وديجا ما كيبقاش عندي الخاطر وحتى باش نقدر نشرح في خاطري داكور صافي مليت انا من هاد الكوغ هذا الدرس هذا دونك غادي نشوفوا الكاتريام بروبورسيونيل عقلوا الكاتريام بروبورسيونيل هو الرابع المتناسب دونك ديفينيسيون شوفوا شنو هاد الكاتريام بروبورسيونيل سي لو كاتريام نومبر اللي هو العدد او الرقم الرابع ا متر دون زان طابلو اللي كنحطوه في الجدول دونك مثلا هنايا اكس هو اللي محتاجينه هو الرقم الرابع طابلو دو بروبورسيوناليتي دون 3 كاز سون ديجا رومبلي دونك شنو هاد الرابع المتناسب هو الرقم الرابع اللي كنحتاج انني نعمر به الجدول اللي ديجا كيكونوا فيه 3 ديال الارقام لاحظوا معايا دونك شوفوا بروبريتي شوفوا واحد الخاصيه اش كتقول لي دون اون سيتوياسيون دو بروبورسيوناليتي فواحد الوضعيه ديال التناسبيه لا كاتريام بروبورسيونيل يعني الرقم التناسبي الرابع النومبر اللي مثلا اكس كالكولي كيتحسب ليا انطلاقا ابارتيغ دو 3 اوتر نومبر ديجا كوني ابارتيغ ديال ثلاثه ديال الارقام كيف ما قلت لكم اللي ديجا كيكونوا معروفين دونك مثلا عندي ا و بي و سي هما اعداد ديجا معروفين وخاصني نحسب السي دونك خصني نحسب اكس دونك شنو الطريقه اللي تندير طريقه اللي هنايا ضرب الطرفين كتسمى بضرب الطرفين يعني ا كنضربها في سي كتساوي ليا سي ا كنضربها في اكس كتساوي ليا سي مضروبه في بي دونك لاحظوا معايا قلنا بي سور ا ايغال سي سور اكس سور سي داكور دونك شنو تندير ضرب الطرفين فوالا دونك A فوا X إيغال B فوا C كتسمى بالفرنسية إيغاليتي دي برودوي أون كخوا يعني ضرب الطرفين داكوغ نشوف واحد إكزومبل باش نفهمو كتر هاد الباراغراف لاحظوا معايا هاد ليكزومبل قالك كالكول لو بخي X يعني حسب ليا الثمن X دو 3 باغيت ديال 3 ديال لي باغيت أو طابلو دو بروبورسيوناليتي سويفون Le prix du pain est proportionnel, يعني الثمن ديال الخبز فهو متناسب au nombre de baguettes achetées. يعني خمسة ديال لي باغيت دابا نوريكم كيفاش تقراو الجدول تقراو هاد الطابلو خمسة ديال لي باغيت كيساويو ليا 4.25 دراهم دونك شحال هو الثمن ديال 3 ديال لي باغيت دونك هنا غادي غادي نطبقوا الخاصيه ديال كاتريام بروبورسيونيل يعني الرابع المتناسب دونك عندي شنو غنعمل دونك هذا اكس هو اللي غنحتاج ياك دونك 5 فوا اكس ايغال 4.25 فوا 3 ياك مفهوم دونك انا بغيت اكس يا 4
2,25 × 3/5 دونك شحال تعطيني 2,55 درهم دونك كنتمنى تكونوا فهمتوا معايا شويه بعدا تعرفنا على هذا الدرس بالفرنسيه. باقي ان شاء الله فيديو اخر نكمل لكم لهذا لا سويت ديالو. باقي لنا البورسونتاج ليشيل او موفمون اونيفورم باش ندوزو عاوتاني لدروس اخرين وتمارين وامتحانات. فبالتوفيق لكم جميعا، تلقوا فيديو مقبله ان شاء الله. دمتم في رعايه الله.